عندنا كمان حاجات حلوه جدا بس ايه نكمل ابو علي ابو علي وزير الصحافه طلع من الاستراحه بريتنا وقلنا وقال لازم تروح في مصر كلها وطلعنا رحنا من اسوان لغايه مصر مطروح رحنا في كل حته يعني حتى في الاقصر ما لقيناش مسرح عرضه بتاع كامل يا سلام ورحنا للمهجرين في بورسعيد واسماعيليه والسويس وعرب بعد كده رحنا مهرجان بلد ولسه برضه نقول يلا بينا تعالوا لقينا مين اللي داخل؟ ابعتوا لي الملك حسين الملك حسين والملك نور كمان دخلوا المحطه وقلت لهم سلامي لمولانا الملك العظيم ولمولاه تجاره دمشق ما صرت حاسين من قبل تفانيل فهم ساحر وداري فلك ينجم وحارب غاوي حكاوي وجناوي اللي انت غاوي حكاوي قرب حجانا وشوف واسمع بدايه الحكايه مليار قلوب وقعد تحكي لهم من الحديده ونشوف الحرابس نهرب وما نشيل ده زي ما هو يا مولانا يا ابني انا شايفه انا قاعد مع عرض يا مولانا ده كل عرض بتحاول تقدمه ده انا بعد ابو علي وقد منك رجع بين بالاستراحه طلع سلم علينا وهنانا وعمل مسرح عرايس الاردن وعملنا حفل التكريم عنده كويس عمل مسرح على عرايس الاردن لما شافه ابو علي كويس احنا دلوقتي ايه رايك؟ هنجيب احدث من انضم الى مسرح العرايس ولما شاف المعرض تحت قالت كلام يستحق تقوله على المسرح الفنانة عبير من كاف تعالي بقى وسطنا احنا اولا مبروك عشان انت يعني النهارده احدث نجم في مسرح مبيت النهارده مش كده؟ الحمد لله وانت بقى بتشوف العرس تحت قلت اولا احنا النهارده في ليله انا سعيده بيها جدا على الرغم ان انا جوايا حزن دفين لان صاحبه الليله مش موجوده معانا ماما نبياء رأفت ربنا يرحمها يا رب. طبعا انا اول ما جيت هنا انضميت لمسرح العرايس كمدرسه جديده في مسرح العرايس لان انا من هواه العرايس والاطفال بحب الاطفال جدا فاول حاجه دخلت لها المخازن وقعدت اتفرج على العرايس فلقيت ان غالبيه العرايس عرايس ماما نجلاء رأفت ومنهم طبعا مدبولي كسلان يعني انا شفتها وانا صغيره جيت اتفرجت عليها في المسرح وكده فكنت سعيده بيها جدا وده اللي شجعني اكتر ان انا اشتغل في مجال العرايس خصوصا ان انا بمثل بره لكن هنا ده ميديا مختلفه وجو مختلف تاني خالص فالكلمه اللي انا بقولها انه ماما نجلاء رأفت فنانة جميلة جدا 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 وزي ما احنا عارفين ان اي فنان ممكن يرحل عنا جسديا لكن هو موجود معانا بروحه وبأعماله وبتاريخه فبقول لها ماما نجلاء انت موجودة معانا وهتفضلي باقية بأعمالك وبتاريخك الجميل وبالإبداعات اللي انت عملتيها ولحد دلوقتي ولحد تاريخ جاي تاني هتسعد الأطفال ميرسي جدا طبعا يلا بقى عشان احنا هنلحق نقدم حاجه فقول لنا كلمتين جينا بعد كده رحنا عاملين حسن الصياد محمد شاكر كتابه ونبيل جمال تلحين وصلاح السقه اخراج ونجلاء رأفت هي برضه العرايس والدكتور وعملت كده ابواب كبيره كده على الارض وعملنا مسرح المملوك لاول مره على الارض مش على تبالي ولا على اي حاجه ورحنا على ضوء فين؟ فين؟ في رومانيا في مسرح سندريكا في بوخارست اعظم مسرح عرايس في العالم وكل الخبراء اللي هناك جم اتفرجوا عليه علمونا هم علمونا هنا الاول
وشافوا العنق واتبهروا بيه وقالوا لازم نلف بكام مدينه اساسيه في رومانيا عشان الناس تشوف فننا والحاجات الجميله اللي احنا قدمناها. يمكن ده اللي خلاهم يعملوا لها بعثه طبعا طبعا بتكون نجمه من نجوم العرائس الكبار جدا في العالم. يلا نشوف ايه النجوم الايه والحلم ايه معرفش النجوم والحلم ايه معاي في النور والحلم.